حلم بناء إنسان آلي شبيه بالبشر يداعب خيال الإنسان لعقود من الزمن، فمنذ بداية القرن الماضي والعلماء في محاولات مستمرة لتحقيق هذا الحلم. الجديد في هذا المجال هو الابتكار الذي طرحته الشركة اتخذت من إمارة أبوظبي مقرا لها. التفاصيل في هذا التقرير. ريم بي ليس اسم فتاة، هو اسم لإنسان آلي أزاحت الستار عنه شركة بال تكنولوجي التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها. الحفل حضره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وجمهور من الأسرة الحاكمة وشخصيات بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة. This is the first time that I have met royalty, so forgive me if I seem a little nervous. ريم بي يسير ويتحدث ويتعرف على الوجوه، فهو يتفوق على أجهزة الروبوت الأخرى في العالم بما فيها الإنسان الآلي أسيمو لشركة هوندا اليابانية بقدرته على رفع ما يساوي ربع وزنه، ما يجعله أقوى إنسان آلي تم تصميمه حتى الآن. هذه قطعة تقنية شديدة الذكاء، لم أرى قط إنسانا آليا يفعل ذلك، يحدد اتجاهه هكذا. إنه مزود بمجسات في قدميه تعمل بالليزر. ارتفاع ريم بي 1.5 متر ويزن 60 كيلوغراما، وهو من أفضل 10 أناس آليين في العالم رغم تقدم اليابان وكوريا الجنوبية في هذا المجال. فريق من 10 علماء عملوا بجد في غرف مظلمة طوال الليل لمدة 3 أعوام وخرجوا بهذه النتيجة، فلنحييهم جميعا. طوبى لمن فكر وعد ونفذ، وطوبى لمن يستخدم ويستفيد. حسن الياسين، روسيا اليوم.